مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية. في هذا الفيديو راح يعطيكم آخر 18 تحديث لموضوع فيروس الكورونا. بنهاية هذا الفيديو، خليكم للنهاية، راح تشوفوا أفضل كمامة ممكن تحميكم من كل الفيروسات، بالإضافة إلى في خبر رقم أعتقد 18، خبر صادم، خبر صادم يا جماعة، شيء جديد، تابعوا الفيديو. الخبر 15، خبر قد يكون جيد. في منطقة كركوك صار في بعض الحالات من الإصابات في فيروس الكورونا، وهذا وحد جميع الأحزاب والأطراف السياسية والطوائف في كركوك عشان تقف مع بعض. ربنا إن شاء الله رب العالمين يوحدنا على شيء وطني، لأنه المرض لا يعرف ولا يفرق بين ابن حزب ولا ابن دين ولا ابن عرق ولا ابن لون، المرض يقتل الجميع. وعشان هيك إن شاء الله نقدر نتوحد جميعا، وأنا حكيتها في فيديوهات سابقة وبكررها، إنه يا جماعة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، خلينا نقف مع بعض، خلينا نقف مع المجتمع العالمي ونساعد بعض في هذا الوقت الصعب. ما نعد اللوم بعض، وهذا أكل وهذا شرب وهذا سوى، الآن وقت إنه نقف مع بعض ونساعد بعض. وإن شاء الله نتمنى لأهل العراق وأهل كل دولنا العربية إنه تبقى مجتمعة ومتفقة على رأي واحد. الخبر 16، في كلب في منطقة هونغ كونغ بطريقة غريبة وصل له هذا الفيروس، والآن تم عزله، ووجدوا عم بيعزلوا بعض الحيوانات اللي في شك إنها موجودة كانت مع ناس عندها فيروس. يعني هذا في شيء غريب يا جماعة، احنا عارفين إنه انتقل من الخفاش إلى حيوان وسيط، من الحيوان الوسيط إلى الإنسان، بعدين من الإنسان للإنسان، ما صارت ولا حالة إنه انتقل من الإنسان إلى حيوان. هاي أول حالة بنتقل من الإنسان إلى حيوان، فهونغ كونغ عم تشتغل على الموضوع. الخبر 17، اليوم وصلني طبعا مع احترامي لوزارة الصحة في دولة الكويت، كتيب بحكي عن بعض الأخبار عن فيروس الكورونا. في حوالي 3-4 أخطاء وجدناها، يعني للأسف لازم نحكي عنها عشان ما حدا يقع فيها. من أكبر هذه الأخطاء اللي صارت في الصين، والصين يعني قالت إنه هذا خطأ، إنه كانت الناس اللي يصير عندها عارض حرارة أو أعراض للفيروس الكورونا، وين يروحوا؟ يروحوا على المستشفيات العامة وغاد ينقلوا هذا الفيروس لناس تانين، وهذا خطأ فادح، خطأ فادح. والصين اعترفت في حالة إنه الآن لازم يروحوا على سبيشال كلينيك، بسموهم فيفر كلينيك، أو أماكن أو مستشفيات ارتفاع درجات الحرارة. فيا جماعة، واللي بسمعني من وزراء الصحة والمسؤولين في وزارات الصحة العربية بشكل عام، أرجوكوا 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 تخصصوا أماكن للناس اللي عندهم حرارة، ما تخلطوهم مع المرضى اللي غير مصابين عشان يعدوهم. انتوا عارفين انه الريبليكا فاكتور عالي جدا لهذا الفيروس، فكلامي واضح، الافضل انكم تسووا كلينيك معزولة عن المستشفيات، حتى لو براكس، بحيث انه يتم فحص المرضى فيه. بعض الدول الاوروبية عم بتسوي خيم الان، مع انه برد لسه في اوروبا، بس افضل شيء انك تعزل. يعني يعني هذا خطأ شاسع، انه اذا حصلت لك حرارة حوطلكوا اياه اذهب الى المستشفى. لا، ممنوع تذهب الى المستشفى، مفروض تحطوا هوت لاين يتصل فيه
يجوا الإسعاف يشوفوه في البيت، يعرفوا كم واحد في البيت، هذه كلها الأمور مهمة، يشوفوا البيت اللي هو ساكن فيه كم واحد صار معه كونتاكت، كل هاي الأمور لازم تكون مجهزة. فيروس هذا يعني ما بعرف هل في بروتوكولز عند هذه الدول، يعني أأمل أنه يكون موجود البروتوكول، مهم جدا وضعه، شو الأسئلة اللي لازم تنسأل، كل هاي الأسئلة يا عمي يعني public health، يعني معظم اللي درسوا public health بيعرفوها. فإن شاء الله يعني توصل هذه المسج، وأنا أعلم هم أعلموا بعلمهم مني، ولكن هذه نصيحة لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تصلهم. الخبر الثامن عشر، وهذا خبر صادم طبعا، في أخبار عن انتقال هذا الفيروس عن طريق، كنا بنعرف أنه بينتقل عن طريق الرذاذ، هذا الخبر غير مؤكد، لكن في بعض الحالات اللي أصيبت نهائيا لم تتواصل مع أحد، قد يكون هذا السبب مياه الصرف الصحي، خاصة في العمارات، لأنه التهوية بتكون داخل التيوبات. حط لكم كلام الدكتور علي الوعري، طبعا أنا نقلا عن كلامه اللي هو حكاه في أحد المقابلات مع أحد الإذاعات التلفزيونية، والدكتور سمح لنا نحط هذا الكلام، وإن شاء الله يعني إن شاء الله ما يكون منه، لكن هو توقعات وهو لسه بتوقع هذا الشيء. هو عن طريق براز المرضى المصابين. المريض المصاب البراز يذهب إلى ماء الصرف الصحي، وإذا كان الشخص السليم في بؤرة المياه الصرف قريب من بؤرة أو مكان الصرف الصحي الملوث، ممكن للفيروس كورونا أن يتطاير بذرات الهواء ويستنشقه الإنسان السليم ويصاب بالفيروس. أنا لا أقول أنه ينتقل بالهواء، أنا أقول هناك بؤرة صرف صحي ملوثة وأناس صحيحين موجودون بالقرب منها، ممكن أن يتطاير وينتقل بالنفس، وليس بالضرورة أن يكون الشخص المصاب يعطس أمام الشخص السليم لينتقل. أنا بقول الصرف الصحي الملوث قبل ما ينعمل له تكرار وصرفه في الأنهار أو في البحار. صرف الصحي أنا بقول في البيوت مثلا أو في المناطق القريبة من المستشفيات التي تكون بها أعداد كبيرة للمصابين، وهناك ماء صرف صحي يجري في القنوات. في البنايات السكنية ثبتت كثير من الحالات بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من أنها لم تخالط أناس لمدة أكثر من 14 يوم، وثبوت حالات إصابة في نفس البناء. يعني أنا موجود في بناية سكنية الآن، تمديدات الصرف الصحي ليس بالمستوى المهني، يعني هناك تسريب للهواء والروائح في الحمامات، فإذا كان فوقي مصاب الآن بفيروس كورونا أنا يجب أن أخذ الحيطة والحذر في الحمام عندي، بحيث أنه أغلق فتحات الصرف الصحي وأتلاشى أن يتطاير منها ذرات لهذا الفيروس. فأنا بتكلم في هاي النقطة، أنه هناك طرق غير مكتشفة في أنه ينتقل فيها بثبوت حالات لم تخالط أناس مصابة، لم تخالط رذاذ. في النهاية حابب أحط لكم أفضل كمامة تحمي من الفيروس، جوك بس اضحكوا، نراكم في حلقة ثانية. السلام عليكم، احنا في تورينو إيطاليا، احنا في السوق، رحنا خايفين من هالفيروس، الكمامات رحنا مشينا للفرماسي ما سناهمش تمو، احنا ولينا خدامين بالقراصن، واش غادي دير نموتو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله، من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.